رمضان 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 جاء. برعاية مجمع الشروق وشركة رامي كمال مسلمي، وبمناسبة عيد الطفولة عمو يزيد يعطيكم موعد في حفلين كبيرين يوم الخميس 31 ماي بعد الإفطار بإشراف السيد الوالي ومن تنظيم مديرية الشباب والرياضة بساحة دار الثقافة هوري بومدين بمدينة سطيف، والجمعة 1 جوان بعد الإفطار من تنظيم بلدية الجزائر الوسطى الحفل سيكون بساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة، وابتداء من السبت 2 جوان طيلة شهر رمضان مدينة عمو يزيد الترفيهية تفتح أبوابها في الطبعة الثالثة من تنظيم بلدية الجزائر الوسطى بحديقة تيفاريتي سفنجة سابقا بأعالي تلملي بالجزائر العاصمة. الدعوة عامة للأطفال وأوليائهم، الدخول والألعاب بالمجان، كونوا في الموعد. تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به، صرخت وعطتني رمضان 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 جاء.